السلام عليكم يا أحلى متتبعين، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو هذا، بالنسبة للمقترح ديال اليوم غادي نبارطاجي معكم فطائر اللي هي رائعة بزاف، كيجيو خفاف ومحمرين وزوينين بزاف في المذاق وسهلين في التحضير، وبمكونات اللي هي متواجدة في كل بيت نقدروا نحضروهم في وقت وجيز للفطور أو للغوتي، سهلين في التحضير. فما تنسونيش من التشجيعات الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم وصلوه لاكبر عدد من اللايكات، وعلى بركه الله غادي ندوزو للمكونات. عندي ملعقه كبيره من السكر سنيده، نصف ملعقه صغيره ديال الملح، ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وعندي ساشي ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام، عندي كاس راه كيهز 200 غرام ديال السميده، وكاس كذلك ما يساوي 200 غرام ديال الدقيق الفورس، يعني الكاس اللي تعبروا به الفورس هو اللي تعبروا به السميده. السميده اللي كنستعملوا في الحرشه الرقيقه، انا استعملت النوعيه السميده البيضاء، نتوما تقدروا تستعملوا السميده اللي كتاخذوا، تقدروا ديروا الصفراء اولا البيضاء. هنا غادي ناخذ واحد البول وغادي نوضعوا فيه المكونات كاملين، ما غنوضعوش غير الخميره ديال الحلويات. وهنا كيف ما كتلاحظوا غادي نخلط بالخلاط اليدوي، غادي نخلط المكونات مزيان، الماء يكون الماء دافي، والكاس باش عبرنا الدقيق هو باش غادي نعبروا الماء، جوج ديال الكؤوس ديال الماء يكونوا ممتلئين مزيان عامرين مزيان. نفس الكاس باش خدينا العبار ديال الدقيق يكونوا جوج كيسان ديال الماء دافي ويكونوا معمرين مزيان. فهنا بعد ما خلطت بالخلاط اليدوي مزيان، ضفت الخليط في الخلاط الكهربائي وطحنت المكونات مزيان. كيف ما كتلاحظوا من بعد غادي نعاود نرجعو يعني في طاسه فاش خلطنا، وغادي نضيف ليه الخميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام. فهنا بالنسبه للخميره راكم تقدروا ديروا حتى جوج الا نتوما درتوا القياس بزاف ديال الدقيق، فهنا حسب يعني حسب نتوما شحال استعملتوا. انا درت جوج ديال الكؤوس ديال الدقيق، يعني كل واحد الفئه ديالو 200 غرام. فمن بعد خلطت مزيان، ضفت الخميره وخلطت خميره الحلويات، وهنا غادي نغطي الطاسه ونخلي الخليط يختمر للمده ديال 10 ديال الدقائق، وغادي ترجعوا تشوفوا غادي تلقاو الخليط ديالكم تضاعف الحجم ديالو. وهنا غادي نبقى نكب على حسب القياس اللي نتوما بغيتو، واش بغيتو الفطائر يجيوكم صغار او اللي يجيوكم كبار. وكيف ما كتلاحظوا غادي نقص عليهم العافيه، يعني يكونوا يطيبوا على نار مهيله باش يجيونا محمرين، وغير كتشد شويه راسها كنقلبوها، وكيف ما كتلاحظوا كتنتفخ مزيان وكيجيو خفافين بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وسهلين. كنطيبوهم في المقلاه ديال الطيفال وكنرشوا شويه بالزيت باش كيجينا اللوين ديالهم محمر، كترشوا شويه بالزيت وكنبقاو نقلبوهم حتى كيتحمروا لينا من الجوانب بجوج، وكنحصلوا على هذا الشكل هذا، كيجيو منفوخين وهشاشين بزاف، فطائر اللي هما روعه سهلين بزاف في التحضير، وغادي يهنيوكم صراحه تقدروا توجدوهم في وقت اللي هو وجيز، يعني حتى تفيقي على خاطرك ووجدي الفطائر كيجيو سهلين بزاف. وكذلك الضيوف الغفله فطائر اللي هما زوينين وخفاف، وبالنسبه للتقديم ديالهم كل واحد معاش كيبغي ياكلهم، واش حلوين اولا مع الزيت ولا مع العسل تقدموهم كيجيو زوينين بزاف. فنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، وتقدروا ديروهم غير بحال هذا القياس اللي درت انا صغارين، كيف ما يمكن لكم ديروهم كبارين على قد المقله، فكيبقى الاختيار ديالكم. فقط بارطاجيت معكم طريقه وعطيتكم الفكره، وكيبقى كل واحد حسب الرغبه ديالو، وغادي نحاولوا يعني نحتفظوا لها على الشكل ديالها، نكبوها غير بشويه ونقادوها، وكيف ما كتشوفوا كتشد راسها شويه وكنقلبها.
كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. كنتمنى تجربوا الفطائر، كيجيو زوينين سهلين في التحضير وزوينين في التقديم. فما تبخلوش عليا بالتشجيعات، خليو ليا ارائكم بحال ديما في لي كومونتير، كنقرا لي كومونتير. كنشكركم بزاف، كنشكر الناس الجداد اللي انضموا للقناه، وكنشكر الناس القدام اللي ديما مدعميني ومسانديني. كنقول لكم شكرا بزاف لهلي خطيكم، وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونلتقي ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه اخرى باذن الله. وما بقى لي الا نقول لكم تبقاو على خير، فمرحبا بارائكم وايضا بمقترحاتكم، ودائما ان شاء الله غادي تشوفوني في الستيل اللي كيعجبكم وفي المحتوى اللي نتوما كتفضلوا، والاراء ديالكم كتهمني بزاف. فنبغي الاراء ديالكم تكون في لي كومونتير، وكنقول لكم بسلامه عليكم.